حي على الفلاح. أما بعد، سيادة أخينا الفاضل الأستاذ مبارك السيد علوي ابن سيد الوالد عباس محمد المالكي حفظه الله تعالى ورعاه، فجزاه الله خير الجزاء على هذه الفرصة الطيبة. فتصرفت بحق الاستكبار الحار من قبله، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويبارك لكم جميعا. عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويؤلف بين قلوبنا جميعا، امين يا رب العالمين. وفي الحقيقه مجيئي في هذه الليله الطيبه يعني لزياره لصله الرحم مع الحبيب، وهذا في الحقيقه كلما زرت او كلما اعتمرت في مكه دائما يعني في ايام الماضيه زرت سيد الوالد سيد عباس، لأن بيننا علاقة طيبة، كما أنه في حياته لما زار إندونيسيا دائما يلازم زيارتنا في جاكرتا في بيتنا، وهو رجل طيب أخو كريم رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، فخلاه جناته جنة الفردوس الأعلى ورفع درجته عنده، أمين يا رب العالمين. فكما عرفتم من كلام الحبيب آنفا ما حدث في إندونيسيا في هذه الآونة، فنسأل الله سبحانه وتعالى على نعمه وإفضاله، لأن الله سبحانه وتعالى قد انتصر مسلمين وخصوصا في الانتخاب الماضي ونحصل على الفوز والغلب على الأعداء، ولكن هذا ليس آخر المقاومة، لأن هناك تحديات، لأن في إندونيسيا هناك تحديات جاءت من كل جوانب. هناك حركات ليبرالية، حركات هدامة أعداء الإسلام، نعم يعني حركات هدامة لأعداء الإسلام، ولذلك لابد على كل مسلم في إندونيسيا وخصوصا على كل الحبايب والعلماء أن يتحد يعني ضد هذه الحركات الخطيرة التي تحدم يعني الشريعة الإسلامية في إندونيسيا. فكما عرفتم ما حدث في جاكرتا خصوصا، وهذا سيحدث يعني في كثير من المناطق في إندونيسيا مو في جاكرتا فقط، نعم التحديات يعني سواء كان في سوماترا في كاليمانتان في سولاويسي، وهناك يعني تحديات بالنسبة نسب الإمامة، نسب الإمامة يعني الدستور في إندونيسيا، الدستور في إندونيسيا يسمح لأي كافر نعم في نسب الإمامة في المسلمين، وبيننا نحن طبعا يعني نمشي على طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم ونقوم على أساس القرآن والسنة، نحن نرفض ربطا يعني شديدا بالنسبة لهذه المسألة، وليس معناه أننا ضد الدستور، ليس معناه أننا ضد القانون، ولكن نحن نحتفظ يعني على مصالح المسلمين ونحرك المسلمين ونحمسهم على ألا يحتر أي كافر في نسب الإمامة. إذا نحن ما نقبل الدستور ولا نبي الدستور، ما ولكن نحن نمشي على ما يعني على الدستور ما يمنع أي مسلم أن يحتر مسلما آخر يكون إماما لهم في إندونيسيا. ولذلك طبعا هناك عراقيل يعني بالنسبة لهذا الجهاد وهذا الجهد، فنسأل الله سبحانه وتعالى النصر والغلب على الأعداء، والله سبحانه وتعالى سينصرنا إن شاء الله كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبشرى لنا جميعا. كان زمانا كثير من الناس في إندونيسيا يا سيد يقول أن المسلمون مستحيل أن يتحدوا، لأن هناك جمعيات يعني وهناك أحزاب وهناك مجالس، يعني في ذهن أي واحد مسلم في إندونيسيا يعني ما يفكر في توحيد، ما يفكر يعني في توحيد صفوف المسلمين، لأنهم يعني في اليأس، في اليأس بمعنى أن كل واحد يفكر ما يمكن، لأن لكثرة الأحزاب لكثرة الجمعيات
بكثرة نعم. وفي الحقيقة هذا اليأس، هذا اليأس نتيجة من حركة الأعداء يشوش بين المسلمين، نعم يفرق بين المسلمين. ولكن على كل حال في وجود المداخلة في جاكرتا يعني قبل شهور وخصوصا في سعدي مظاهرة مليونية، نعم نعم، هناك ثمانين ملايين يعني الأمة الإسلامية يتحدون. ما أحد يسأل أنت من جمعية كذا، من جمعية كذا، من حزب كذا كذا، أنت مسلم وأنا مسلم ونحن يعني نتخذ يعني للدفاع عن الإسلام، للدفاع عن القرآن، للدفاع عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوم الوحدة، يوم الوحدة المبارك، ولابد علينا أن نشكر. وهذا طبعا بركة من الله سبحانه وتعالى، ليس هناك أي واحد وإن كان حبيبا أو عالما أو أي شخصيا في أندونيسيا الذي يستطيع أن يوحد المسلمين إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا بركة من الله ونصر من الله. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: لو أنفقنا ما في الأرض جميعا ما ألفنا بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذا التعليق من الله سبحانه وتعالى. والآن في أندونيسيا الحمد لله يعني حركة الوحدة يعني بين الجمعيات، بين الأحزاب، بين المجالس، بين الأربطة، يعني بين المجموعات الإسلامية قوية. نعم، من اليوم إلى اليوم يعني يتقوى والحمد لله. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نتمنى لكم جميعا خصوصا الطلبة الأندونيسية الذين يعني بشرى لكم يعني حصلتم الفرصة الذهبية لقراءة الكتب والدراسة عند الحبيب. نعم، ويعني تستفيد من علومه، وعساكم يعني فيما بعد أن ترجعوا لإندونيسيا لتكون دعاء الوحدة، يعني ليس بدعاء التفرق ولكن دعاء الوحدة، يوحد الأمة، يوحد المسلمين ويوحد الحركات. يعني وإن شاء الله لما كنا نحن نتحد يعني في بمثل هذه الحركات يعني ليس هناك أي واحد من أعدائنا يستطيع أن يكذب علينا. والله سبحانه وتعالى معنا. ما نريد أن نتكلم كثير في هذا الصلاة يا حبيب، ما شاء الله، فجزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء. لا تنسانا في الدعاء والمناجاة، وإن شاء الله في هذا الأسبوع نحن ننتظر يعني القرار من المحكمة، لأن المحافظ الصيني الكافر الذي قد أهان القرآن وأهان العلماء الآن في المحكمة. نحن نتقاد وإن شاء الله في تاريخ التاسع يعني من مايو، وهناك سيصدر القرار من المحكمة سهل هذا إن شاء الله. ونحن نتمنى إدخال السجن هذا الرجل إن شاء الله. نعم نعم نعم، هذا الرجل المحافظ تكلم عن القرآن، اللي ما عنده فكرة تكلم عن القرآن. يعني ماذا قال؟ يعني أنا ما ندرس مجلسنا بكلامي، نعم تكلم عن القرآن، يعني يتكلم في القرآن وخصوصا في سورة المائدة، سورة المائدة الآية 51 يقول أن هناك كثير من الناس يعني المقصود العلماء يعني يستعملون هذه الآية يعني لكذب الناس، نعم يعني يكذب على الناس بآية القرآن، يكذب على الناس بالقرآن، يكذب بالآيات، علشان لماذا؟ يعني للسيطرة السياسية وهكذا. وفعل كل حال العلماء والحبائب وخصوصا مجلس العلماء الاندونيسي يعني قد اصدر فتوى بالنسبه لهذه القضيه، ف يعني في قرار مجلس العلماء الاندونيسي ان هذا المخطئ ولا بد تتقدم في المحكمه، ولا تتقدم في المحكمه، وان شاء الله في ذلك يعني التاسع من مايو سيحصل القرار. فنتمنى الدعاء منكم يا رسول الله سبحانه وتعالى ان يعني يدخل النصر والغلب على الأعداء ويدخل هذا الرجل إلى السجن حتى يكون يعني درسا للجميع، نعم عبرة للجميع، سواء للمسلم أو للغير المسلم، لأن في أندونيسيا هناك من يدعي أنه مسلم ولكن لديه أفكار ليبرالية، وكمان يقوم بإهانة القرآن وأحيانا بإهانة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعي أنه مسلم، نعم. ولذلك يعني هذه قضية مهمة يعني ليكون عبرة للجميع، سواء لجميع المسلمين أو غير المسلمين، حتى لا يكون هناك في المستقبل أي واحد يعني يتجرأ في حالة الدين، في حالة القرآن، في حالة العلماء. فهذا ما نستطيع أن نقدم لكم، جزاكم الله خيرا لكم، ومرة أخرى أقول
أقول لكم بشرى لكم جميعا أن حصول الفرص الذهبية يعني تستطيع أن تستفيد وتأخذ العلوم النافعة لدى الحبيب يدو سيد علوي بن سيد عباس المالكي حفظه الله تعالى ورعاه. فعساكم أن تكون فيما بعد يعني من العلماء العاملين الذين سيجاهدون في سبيل الله لو ما تلاعب. فجزاكم الله خير الجزاء والله موفق على أحباب الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. أخذتونا هذه الصورة وأنا أقول لكم إذا كان للباطل جولة وصولة فللحق جولات وصولات إن شاء الله. ينصر الله الإسلام المسلم في أي مكان. أمين. ما دام أن مثلكم يسد هذه الثغرة لبلاد أندونيسيا الله إياكم هناك إن شاء الله. نسأل الله لكم النصر والتأييد والسداد في أن تنصروا الحق إن شاء الله. والله يظهر الحق على يديكم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على